حسام البدري بيفتح صفحة جديدة ولا الصفحة القديمة لسه شغالة؟ لا طبعا البعض بيرى يعني ان الصفحة القديمة لسه شغالة، خاصة ان انا باخد بس على حسام البدري انه رضا بقليله يعني، وهي هي فكرة الاول الست اللي هو بيقولها انه في انشاءات وفي كذا، ده مش غريب على النادي الاهلي يعني، اي مجلس كان هيكمل كان هيبيع الفانيلا ب 300 وكان هيبني نادي، ده الطبيعي، عشان كده الجمهور مش شايف ان هناك جديد، وجماهير الاهلي هي شريك اساسي في الجمهورية الحمراء يعني، وترى ان هناك ما هو انهيار اهلاوي بمعنى. بس هو المجلس برضه يحسب ليه كميه المبالغ اللي دخلها الفتره اللي فاتت يعني، دلوقتي كميه مبالغ بتخش النادي. لا انا بس عشان ما يبقاش هجوم مصر، السيد محمود طاهر بيعتبر انه اي يعني اي مواجهه فيها شيء من النقد ربما يفيده ومجلسه بيعتبره هجوم، فاذا لم تكن معه فهو ضده. وده عكس بوصله يعني، ده عكس بوصله النادي الاهلي تماما. ليه؟ لانه هذه الاموال ممكن تحط قدامها يجي اصلا 100 وحاجه مليون اهدروا على لاعبين اعتبروا زي السيد احمد عبد الجواد بضاعه افسدها الهوى، وده برضو في تاريخ النادي الاهلي لم يحدث كثيرا يعني. يكفي ان احنا في بدايه وصوله كنا نامل ولا زلنا متاكدين من انه بيحمل جينات الاهلاويه العظماء اللي بيحاربوا عشان ناديهم، لكنه انغمس في كره القدم، وهي يعني بالنظريات اللطيفه زي الفراشة والنور، إذا اقتربت منها كثيرا وأنت على رأس المنظومة وتحديدا في النادي الأهلي تتعرض يعني لبعض الإصابات إذا لم يكن الحريق يعني. عشان كده مش حسام البدري اللي هيضبط البوصلة، لا، رئيس النادي الأهلي يجب أن يعود للحالة صالح سليم وبالتالي من بعده حسن حمدي وقبلهم طبعا مبادئ التتش، ألا وهي أن رئيس النادي لا يخاطب لائما كائن من كان، ولا يقول انه من ضمن يعني ما قدمه انه كلم فلان عشان يقعد او كلم فلان عشان يقول له طب وهنديك كذا وهعمل لك، لا لا، كل ده كان خاص جدا باداره كره القدم، ثم ترفع التقرير لمجلس الاداره لاعتماده لانهم بيجيبوا ناس عارفين ان هم بروفيشنال. الان هذا هو ما يحتاجه النادي الاهلي، الجماهير تاخذ على النادي الاهلي انه ما بقاش صاحب الكلمه الرفيعه، تاخذ على النادي الاهلي رضا محمود طاهر بانه مع اي هجمه يغير مدرب، طبعا مارتن يول ده يمشي ليه، لكن يعني بس هو غصب عنه كان مارتن يول اللي حصل من الجماهير، طب عندنا أو بعض الجماهير لان دول مش طبعا عندنا مشكله كبيره جدا صراحة. وانت تحافظ على سمعه مصر لما يطلع تصريح رسمي ويكتب على بارات كل الشاشات في القنوات انه وجه اليه بعد ما كان الكلام عن السعي لاستبقائه، وجه اليه يعني تهديد بالقتل من شخص بعينه، لا الاهلي قدم ويطلب من هذا الشخص حتى يعاقب، وده الحقيقه اللي منتصر فيه مرتضى منصور بغض النظر تتفق او تختلف، لكنه بيمشي ورا المحضر اللي عمله في جمهور ما في شخص ما للنهايه، مش بيقلق من الجمهور، ومع كل ضغطه تلاقيه يعني سكن الى التغيير بسرعه. ثالثا وهو الاهم، انت دائما ما تتصدر مشهد التطوير، فالنادي الاهلي ياتي بمارتن يول كلاس اي او فئه اولى زي ما بيقولوا، لكن يبقى معاه لاند مان او شخص واحد، بينما هو يعمل من ده من احسن الناس اللي كانت رائع يعني. لكن لا يمكن ابدا، وانت عشت بره يعني فتره وفي ايطاليا بقى مش في حته مجهوله، اعتقد ان الكوتش بيبقى معاه خمسه سته صح. ما تقوليش بقى ان الراجل قال لك كفايه عليا لاند مان يعني، ده صعب، وانا لما قال لي الكلام ده الحقيقه قلت له يعني لا يعقل، ومع ذلك انت الان تاتي بحسام البدري على خلفيه ان عندك ملف تطوير للمنظومه الحمراء، مش فكره يكسب، الاهلي ما فقدش بطولات، الاهلي عامر بالبطولات يعيش عليها قرن من الزمان، لكن هل حسام البدري، احمد ايوب، سيد معوض، مدرب الحراس، والراجل التونسي الجميل اللي هيجي، هل هذا هو الجهاز الذي يستطيع تطوير كره القدم الحمراء؟ فين بقيه الطقم اللي بيبقى قاعد وفي خمسه سته كمان ما بينزلوش بيبقوا قاعدين فوق؟ اي نوع من التطوير انت بتنشده؟ قول لنا. اي نوع من الضغوط اول ما بتضغط يعني، ويبقى كلمه النادي الاهلي انه يا عم دينا جبنا حسام البدري عشان الناس ايه ما تتكلمش. بس ده على فكره في ناس كتير يعني، مش كتير بس في ناس معترضه على حسام البدري يعني، هو برضه القرار مش مريح لكل الناس، بالظبط يعني، قصدي هو ما ريحش دماغه، عشان هو جاب اللي في دماغه، عشان هو عشان كده في جزء من الحسبه يا عم مات حسام البدري ونشوف. الاهلي لم يكن ابدا ليضار بهذه الطريقه ولا يضار برضه. طب فنيا، خلينا نتكلم فنيا، كابتن حسام البدري الصفحة القديمة لسه موجودة بالنسبة له ولا هيبتدي صفحة جديدة الناس كلها تقف وراف ظهره في النادي الأهلي؟ موجودة ولا زالت يعني عاملة ظلال حواليه، والحل الوحيد أن يخرج منها إن الناس تلاقي حالة من الانضباط على الفريق
وحالة من الجهاز المقنع. وده موجود عندك الأسماء دي حسام؟ المفروض يكملوا يعني. أنا حابب للناس الأسامي الموجودة دي مقنعة أنها تكون موجودة للنادي الأهلي؟ هم دول مقنعين يعني بس. هذا الثلاثي لكنهم ناقصين يعني. مين بقى ناقصين إيه طيب؟ ناقصين أظن الراجل مخطط جاي أنيس الشعلاني ده. لا مش بتاع الأحمال، في 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 التاني المحلل بتاع الأداء الفني اللي بيقعد فوق ده يشوف الرصة عشان بس ما هيسيبوا كل ده واحد يطلع يقول لك لا أنت ما تعرفش حاجة، ده ما بقاش بيجي مع الفريق، واخد بالك؟ في فرائض غائبة في الجهاز. لو انت بتطور يبقى تمام، لو انت حابب تشوفها على الارض مكتملة ارجع لنفس الطريقة اللي انت بدأت بيها تطويرك مع هيديكوتي، مع فايسا، مع مانويل جوزيه، مع دون ريفي، حتى مع مارتن يول، تجربة مبطورة لم تستكمل. بينما الاداء الفني الان حسام البدري طبعا مقنع وله جولة، لكن طبعًا. ازاي انا اقول للناس ان هناك تجربة جديدة؟ يلا كلكم سبورت. ده بيحدث في الوقت اللي تلاقي رئيس النادي مثلا بيعكف على يجيب 4-5 صحفيين على العشاء عشان يبقوا ضده 5-6. الطريقة دي قديمة قوي وما عادتش تؤتي بثمار، بل على العكس عليك ان تخرج لمواجهة الناس، عليك ان تعترف انه لما حد يقول لك. حك جاي على المهندس محمود طارش شوية ولا شايف ان لا خالص؟ بالعكس انا اول المؤيدين ولا زلت بقول اهو وخليك شاهد وست اللي هو شاهد هو يستطيع انه يعمل ترن كده يلاقي كل الامور في صالحه، لانه راجل محسوب على محبي النادي الاهلي، قدم في اوقات كثيره ما لم يقدمه احد، هو في بقى بعد كده اعترافات، لكن كمان لما الاقيه بيخاصم مؤسسات لمجرد النقد، لما الاقيه زي ما قلت لك بيوزع الصحفيين مين معاه ومين ضده، لما الاقيه يعني بقول لك حتى دعوات بتبقى خاصه باربعه علشان كل الحكايه انه يبقى مع اربعه ضد اربعه، دي افكار ما كانتش في النادي الاهلي، لانه ببساطه شديده انت تستطيع بعملك فقط وبهذا الكم من الاهلاويه اللي كلنا كنا بنحسدك عليها، ان انت لا تستميل احد ولا تطلب الرأفه من احد، بل على العكس تتحدث انشطه كثيره جدا انت كنت مشارك فيها في مجلس صالح سليم ومجلس حسن حمدي وفي وجودك كمان حتى قبل المجلس. هذا هذا الرجل قدم وهو ليس رسميا في النادي الاهلي الكثير للنادي، يبقى انا ضده ليه وضده عشان ايه؟